هذه رسالة مني لعلماء السلاطين الذين يطالبون البشر بطاعة ولي الأمر، بطاعة ولي الأمر، بطاعة ولي الأمر. لا أفهمها بطريقة علماء السلاطين، أسمع وأطيع طاعة ولي الأمر، أسمع وأطيع طاعة ولي الأمر. السمع والطاعة لولاة الأمور من حكامنا المسلمين. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي طاعة الحاكم الأمن والاستقرار واستمرار الحياة آمنة مستقرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الإمام الطحاوي صاحب عقيدة المسلمين قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا وظلموا. الحاكم ما معصوم يا أخواننا، قد يظلم قد يجور، لكن ما عداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، لأنه بيحفظ لنا الأمن، بيحفظ استقرار البلد، بيأمننا في بيوتنا، بيأمن أمهاتنا وأخواتنا، بيحفظ لنا مالنا، بياخذ لنا حقنا من المظلوم من الظالم، ياخذ حق المظلوم من الظالم. الليلة نحن نرى ما حدث في كثير من بلاد المسلمين التي تعاني. خرجوا على السلطان بفعل أئمة الجور، حصل شنو؟ الفساد، الخراب، ضياع الأمن، تشتت الأمر، الأمور جاثت، البلد ساءت، كله بفقد السمع والطاعة لأئمة المسلمين. ومع ذا يا أخواننا، واجب على الحاكم المسلم إقامة العدل، العدل بين الناس، أخذ الحقوق من الظلمة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. واجب على الحاكم المسلم أن يتقي الله في رعيته، فيطعمهم كما يطعم، ويعدل بينهم، وأن يسير فيهم بالسنة، وأن ينشر الخير، وأن يقوم على الجور وعلى الظلمة. هذا واجب الحاكم المسلم. لكن كثير من الناس الليلة لو رأى حاكما ما فرط في حقه يقول لك: لا بد نخرج، ولا بد نزيله، ولا بد نغيره. لا، الواجب أن ينصح الحاكم بالتي هي أحسن، وينصح فيما بينك وبينه، عشان ينصلح حاله، وبصلاح الحاكم يصلح كل المجتمع. فنسأل الله تعالى أن يصلح حال ولاة أمورنا، وأن يسدد خطاهم، وأن يعينهم على سياسة البلاد بما فيه خير الدين والدنيا. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ضربوا المامون، والمامون معتزلي من المعتزلة المبتدعة، ضربوا لحد ما قادر يحرك يدينه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والطبيب بيعالج فيه كما روى ذلك الخلال في كتاب السنة. والإمام أحمد بيقول: اللهم اغفر للمامون، اللهم ارحم المامون، اللهم اغفر للمامون. دقوا أهل السنة لا يتعاملون بردود الأفعال، إنما نتعامل بالشرع. قال الطحاوي في عقيدة المسلمين: والحج والجهاد ماضيان خلف إمام المسلمين برا كان أو فاجرا. الجهاد خلفه، وندعو لإمام المسلمين بالنصر وبالتوفيق وبالسداد. ده منهج أهل السنة والجماعة، ولا بنضايق من الموضوع ده. شوف الحاكم ولو كان ظالما ولو كان فاجرا في الدين الإسلامي، الحاكم تدعو له بالصلاح، وتعينه وتأيده، وتنصر وتنصح النصيحة المعروفة بضوابطها وبشروطها، تمشي له مش في المنابر تتكلم عنه. ليه؟ هل مزاج مننا؟ مني مزاج مني؟ لا، النبي قال كده يا اخواننا، ده الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان
فلا يكلمه علانية. وابن المبارك قال المنبر علانية، ما يكلمه علانية، تمشي له تنصحه وتتكلم معه، وليست لي مصلحة شخصية في هذا الكلام، بس أعرف المعلومة دي. ولو أردت أن أطعن وأسيء في الحكومة أو في الحاكم ليس هناك ما يمنعني. كلمك قانون البلد دي ما بيمنعك تطعن في الحكومة، تتكلم في الحكومة زي ما داير وتنبذ الحكومة وتنبذ الرئيس ذاته، ده القانون كده، حرية الكلمة. لكن ما الذي يمنعنا من الكلام؟ يمنعنا الشرع. الشرع، النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. لا أفهمها بطريقة علماء السلاطين، أسمع وأطيع طاعة ولي الأمر، أسمع وأطيع طاعة ولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.